عايز اخد رايك، شايف مين افضل بديل يعوض رحيل امام عاشور؟ والله هو نص الملعب في الزمالك يعني في لعيبه كتير زي عمرو السيسي، محمد اشرف، رؤى، بس انا من وجهه نظري افضل بديل يعوضه لو رجوع ساسي. رجوع ساسي هيكون افضل صفقه الصراحه تعوض امام عاشور. والله نبيل عماد دونجا كويس، مستواه بيتقدم من ماتش للتاني، وبرده عمرو السيسي لعيب كويس جدا برده، مستواه من الماتش التاني بيتقدم كويس، بس ممكن الزمالك برده يفكر ان هو يشتري حد تاني علشان خاطر برده انت ممكن لا قدر الله دونجا يتصاب، عمرو السيسي يتصاب، برده الى حد ما رؤى مش احسن حاجه، بيبقى عنده غلطات كتيره، فهو ممكن هو انسب حد دلوقتي دونجا، وان هو بس مع المطوشه بيدخل في ماتش التاني. ممكن دونجا او ممكن عمرو السيسي او ممكن يرجعوا فرجاني ساسي تاني. دلوقتي في الزمالك يعني في لعيبه ممكن تعوض مكانه، يعني ممكن في عنده اروق موجود، في دونجا تمام، في عمرو السيسي برده مستوى حلو دلوقتي، في طبعا ممكن يعوضوا بقى يجيبوا لعيبه زي رضا بوبو من فيوتشر، او يجيبوا عبد الله سعيد، اه ده بيلعب 10 ده بيلعب 8 بس يعني ممكن يعوض ويسد المكان قدام، لان امام عاشور بيتقدم اكتر وبتاع دوت، فممكن عبد الله سعيد يلعبها كويس. يعني الزمالك هيتاثر برحيله عقبال ما يلاقوا مكانه، لان اسمه كان جزء كبير من خطه المدرب في الفتره اللي فاتت، وكمان كان اسمه كان ليه تاثير ايجابي على الزمالك في مباريات القمه قدام الاهلي. في الدوري المصري في محمود حماده لاعب فاركو، في محمد متولي كناري لاعب سيراميكا. طبعا انا شايف من وجهه نظري محمود حماده افضل من كناريا، لان هو خبراته لعب مع منتخب مصر ولعب دولي، وفيتوريا مدرب شكر فيه جدا، وكان بيتسال ازاي ان لعيب زي ده في السن 28 سنه ما لعبش منتخب مصر قبل كده.